الو يا حبيبتي، خلصتي المحاضرة؟ طب كويس، انا في البيجو اهو. لا لا مش نازل رشيد، ما انا قايلك انها طالعة مصر يا بنتي. والله بعتلك رسالة. لا معلش بقى، بص في تليفونك هتلاقي رسالة مبعوتة مني. لا مفيش، فاكرة الواد علي فايز؟ أو شغال دلوقتي معد برنامج الحقيقة، وكانوا بعتوا كاميرا عشان يغطوا اللي حصل في رشيد، فقالوا يستضيفوني عشان أتكلم في الموضوع واللي حصل معايا في أمن الدولة. لا لا ما قلت لهمش، عايز أخليها مفاجأة. أول ما محمود يبقى يرجع البيت يبقوا يتفرجوا عليها كلهم مع بعض وينبسطوا بالليل. يلا لا إله إلا الله، خلي بالك من نفسك. معلش يا باشا، بس اسلم على صاحبي. ثانية سالم، وعهد الله بعرفه. حبيبي يا سالم، اوعى تمشي ورا كلام الست الثورجية اللي جوه. احنا لا رحنا امن الدولة ولا حد ضربنا ولا حد اغتصبك ولا حد. سيح عطل. سيح، ان انا كنت هغتصب. سيح. اول مرة راجل يقول لك كنتوا بتعملوا ايه في المركب؟ المركب المركب يا الله. الله يحرق المركب وسننها يا ابني. اسمعني، اجيب لكم ايه عشان تحضنوا بعض انت وهو؟ جرايه يا باشا، انت هتفهمنا غلط. وانا ببوسه، انا بحضنه. ربنا معاك يا سالم، ربنا ياخدك وارتاح منك يا محمود. ربنا يخليك حبيبي صاحبي. الروح بالروح، بس عنده ظروف بقى. ابوه غرق في نفس الحته اللي امه ان شاء الله هتغرق فيها. انا كنت عايز اخش الحمام يا باشا، هتفكنا بتاع ده ولا ايه؟ ماشي، بس مش هفك لك الكلبش. عندنا ما دخلنا، يلا واللي يحصل يحصل. يعني ما جابش سيره باللي حصل. طب والله كويس، طلع بيفهم. انا كنت فاكره هيعمل فيها بطل. والمحاميه عملت ايه؟ طبعا لازم تكون متنرفزه، ما هي عايزه جنازه وتشبع فيها لط. ايوه هما كده بتوع حقوق الانسان، بس اليوم يوم. لا ما تقلقش، اذا كان الواد العوق عداها الغلوب هيعمل فيها بطل. يلا يبقى قول لي الاخبار اول باول. سلام. شكلها عدت، بس المهم انه ما يعديش. هو ازاي الناس دي كلها اتجمعت بالسرعه دي من غير ما نحس؟ اصل اللي حصل يا فندم. لا اصل ولا فصل، انا مش عايز اي مبررات، انا عايز استفيد من اللي حصل عشان ما يحصلش مره ثانيه. ها ايه براحتك يا بنت؟ فاكر انها بتدين يا بنت؟ ارحمي نفسك. عيطي يا بنت عيطي، انت كده بتسمسي وانت متخشبه، يمكن تسحبي عليها. خليها براحتك، هي فاكره انها بتضايقني، انما انا مش هسيبك الا لما تحلف على المصحف ان الجزمه دي تمسحيه من دماغك. وانا هي والله العظيم هتحلف. اوعى يا راجل، اوعى يا راجل، سيب البيت. خد خد يا بيت المصحف، احلفي احلفي وارحميني وارحمي نفسك. مش حالفه مش حالفه يا اما، مش هبطل افكر فيه. شايفه البت هتشلني يا راجل؟ يلا اهدى يا راجل. ده يا بنت بقى، هو مش الامين قال لك ان هم طالعين خلاص؟ هو قال كده ببلاش، ده لدى 40 جنيه وحلف بالطلاق لو ما خرجوش لا يرجعوا. امال اتاخروا ليه بس؟ ده الفرقه نامت خلاص. فيمكن بيعملوا تحريات على الواد اللي اسمه سالم ده، ولا يكون عليه احكام ولا حاجه. احكام ايه يا بنتي؟ ده الواد سالم ده عمره في حياته ما شاف الحكومه غير النهارده. ما اروح اشوفهم تاني. اهم اهم يا فرج الله. بقولك يا محمود، انا مش عايز اشوف خليتك تاني. وخلصت خلاص. خد يد يا ابن الورمه، شحال ما كنتش انا اللي مطلعك من جوه. يا سلام يا اخويا، ما انت اللي مدخلني جوه. اوعى وعدت كمان هتطلعوا عليا عشان تفرح كتكنيله فيك وفي امك. تعالى يا حبيبي تعالى. شيخ حسين واخد اسمي بالرقصه دي ولا ايه؟ يا سيدي الضرورات تبيح المحظورات، ولا هيجي لي اغلى منك علشان اغلط عشان الحوده. حلاوه يا شيخ حسين. ايه يا باسم؟ واحنا مش كنا مجهزين مظاهره اللي قالها بقى فرح بلدي كده؟ وربنا ما اعرف ازاي ده حصل. طب بطل تترقص. لا 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 مش عارف، اصل بصراحه المزيكا ترقص. ايه مبسوط قوي المظاهره باظت؟ دي كانت فرصه ذهبيه ان احنا ندي انا الدرجه دول على فخهم. لعلمك بقى الواد العقري ده هو اللي ورا الحكايه دي.
مين؟ محمود؟ هو في غيره؟ على فكرة كلام مش سهل أبدا. أنا حاسة كده إن هو مظبط مع أمن الدولة، شكلهم مثلا وعدوني إن هما يخلصوا تعيينه في الجامعة ولا حاجة. إيه يا منى؟ هي الحداية بتحدف كتاكيت. حد يقول له عبيط. وإيه هتعملي إيه؟ هوريك أنا هعمل إيه. لا يا حاجة ما كان ليها لازمة المصاريف دي كلها. وأنا برضه هدفع مليم واحد في الهيافة دي. إيه ده؟ مين اللي دفع تمن الليلة دي يابا؟ أنا عارف. طب لما أنت مش عارف بقى كان جبر القصب الشمعدان كان نفسي أتصور معاها يا حاج. الابيض واسود. ها اه عايشك راح تتعامل في كل الحياه الجمهوريه. ما تخافش حقك محفوظ. حوالي انت اللي بداتها. اوكي عمميها براحتك بقى يا حبيبتي، بس ما تجيبيش سيرتي خالص عشان انا فلت بعجوبه النهارده. ان كنت فلت بعجوبه يا محمود عشان الناس دي اتلمت عشان تخرجك، ولا كان زمان زي غيرك مرمي في السجن مش لاقي حد يطلعك اصلا. امشي قدام. ايه؟ امشي. جرى ايه يا عم الشيخ؟ ما تتقي الله بقى وتبطل وتغض البصر. ايه؟ ده انا كنت بدعي لها بالهدايه عشان ربنا يكرمها وتبطل اللي هي بتعمله. لا والله. طب ما تدعي يا اخويا لنفسك من باب اولى، ها؟ وتبطل بقى بصبصه من تحت لتحت. استغفر الله العظيم، دايما كده ظلمان يا ام العيال، وانا كان ايه اللي خلاني اشترك في المسخره دي؟ مش عشان خاطر عيون اخوكي؟ شكرا يا سيدي، خد لك جنب بقى، لحسن يعني هخلي شكلك وحش واخش ارقص واخليك تدعي لي بالهدايه. ده انا قطعت ام رقبتي. ايه؟ هو انا يعني مش من حق غير عليك زي ما بتغير عليا؟ ولا ايه؟ اصيله يا ام العيال، احنا هنقف نتكلم هنا ونسيب اخوك في فرحته؟ يلا بينا. اصيل يا ابو العيال، خش. يا جماعة احنا لازم نطلع على امن الدولة دلوقتي، نزفهم احلى زفة بالفرقة اللي زي العسل دي. ايه يا عم انت؟ ايه امن الدولة ايه اللي هنزفها بالفرقة؟ انت تبع اهل العروسة ولا العريس في الفرح الاسود بتاعكوا ده؟ اكيد تبع الاستاذة مشاكل دي. هو مين اللي هيطوعه؟ امن دولة مين اللي هنزفها؟ هو انت خارج من رياضيه ايه يا باشمهندس؟ اوعى تكون بتاع سياسه. اعوذ بالله يا حاج، انا راجل بتاع حشيش، كنت مهرب تنين حشيش وخرجت اجراءات، اديها ما يهمكش. بلد ديها بلا بتاع، ادينا بقيه العربون خلينا نمشي. هو فين الراجل ابو دقن اللي دفع لنا العربون؟ ايوه اهو، ادينا بقيه الحساب يا عم الشيخ خلينا نمشي من هنا. يخيبك يا حسين، هو انت اللي دافع ثمن المسخره دي كلها؟ عشان تعرف انت غالي عندي قد ايه يا حوده. يا حبيبي يا سحس، جهنم وبئس المصير ان شاء الله. طب ايه، هنكمل المسيره ولا ايه؟ اه طبعا، خد خد يا عم. لا خد، ما تخافش، دي مسيرة سنية يعني من حقنا. يلا خد ساعة كمان حتى آخر الشارع كده ونرجع. يلا يا جماعة قول ورايا، مش حنطاطي مش حنطاطي، احنا كرهنا الصوت الواطي. مش حنطاطي مش حنطاطي، مش حنطاطي مش حنطاطي، احنا كرهنا الصوت الواطي. Come on, 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 come on,
اه يا اولاد الكدابه، كل دي موبايلات ومش لاقين حمام. ايه رايحه لفين؟ لا ماليش تقل على الحمام. ما يلا يا اما انت ما صدقتي. المظاهرات حلوه والواد احمد بيحبها. هي كل المظاهرات كده في الجامعه يعني؟ مش كلها يا حاجه، بس برضو مظاهرات حلوه. ياما ياما انت نسيت المظاهرات عملت ايه في جوزك وفينا؟ انتوا عملتوا غسيل مخ الوليه. يلا ياما من يلا يابا. استنى بس اما ناخد منى عشان تتغدى معانا. لا مش هينفع يا طنط، يعني اصل لازم ارجع اسكندريه مثلا. عليا النعمه لازم تتغدي معانا انت وكل زمايلك. اصل بس يعني لا اصل ولا فاصل. ما تتكلم يا ابو محمود. معلش بس انت توكلي على الله وانا هجيبهم واجي بعد المظاهره ما تخلص. بس تعملي لنا اكل يشرف. طبعا. يلا يا اما يلا يا اما. استغفر الله العظيم يا رب على العيشه واللي عايشينها. مش فاهم الزم المشوار ده. بس مش البيل المناضل خرج بالسلامه وخلاص؟ جرايه شافع، وانت شايف يعني بيت اهلي كل يوم والتاني في فرح، وحضرتك بقى تعبت من كتر المجاملات مش كده؟ يحصر عليهم دول فين وفين لما يوم بيفرحوا. ده من فضل ربنا علينا عشان يرحمنا من السكه اللي ملهاش لازمه دي. نعم بتقول حاجه؟ لا حبيبتي. بشكر ربنا على فضله صدقه وامني. انا طول النهار قلقان ومعرفتش اشتغل بتعريفه، خايف على محمود كان هيروح في توكر وياخدنا معاه في الرجلين. ايوه قول كده بقى، كان هيروح في توكر وياخدك معاه في الرجلين، ده اللي مخوفك مش كده؟ طب احمد ربنا بقى ان ما جرالهوش حاجه وخدك معاه في الرجلين، مش ده يستاهل انك تفرح يا شفا؟ طبعا لازم افرح، حد قال لك ان انا زعلان؟ طب يلا بينا بدل ما انفجر من السعاده ما تلاقيش اللي يسوق بيكم في الطريق الدولي. ماشي يا اخويا يلا يا ابني، انت استهاني مخلصي. يا نهارك اسود، انت هتنزلي كده يا بنت؟ البادي المفتوح ده ان شاء الله، انت عايزه تخش رشيد كده؟ يعني هي داخله الجنه؟ والله هو ده اللبس اللي بحبه، مش عاجبكم ما تاخدونيش معاكم. وانا كمان هقعد معاها عشان ست بتريني طريقه وارض. والنبي انا هقعد معاها عشان اخلي بالي منهم. حلو قوي العصابه اللي انا عايشه معاها في البيت ده. بقول لك انت واخوكي ان ما مشيتوش بدماغي واحترمتوا نفسكم اعملوا حسابكم، بدل ما كنت هاخدكم رشيد وارجع بيكم الصبح، لا انتوا قاعدين بقى هناك اسبوع لحد ما تتربوا. اجري يا بنت. لا 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 خلاص. انا مش عارف انا استحمل الناموس اللي هناك ازاي، الليله وتعدي. مش عارفه اشكرك ازاي على تربيتك البايظه لعيالي. على فكره لو ما عملتش يا شافع اللي انا طلبته منك اعمل حسابك ان انا مش راجعه هنا وهقعد هناك. كنت فين يا لا لما قلت انا بتبرطم بتقول ايه؟ يلا بينا. خدي يا حبيبتي خدي الحته دي كمان عشان ترمي عظمك، ربنا يجعلك سبب وتنصفي كل المظلومين زي ما كنت السبب في نصفة ابني. برضو مش عاوزة تصدقيني يا طنط. طب والله العظيم أنا ما كانش ليا يد خالص في طلوع ابنك، ابنك طلع نفسه. لا العفو، وهو لو أن سيادتك ما جبتيش سيرة في النيابة للي حصل لي من ضباط أمن الدولة كنت خرجت السنة دي. يعني إيه؟ أمال أنت طلعت إزاي؟ يعني الأستاذة دي ما وقفتش كده قدام القاضي وقعدت تقول يا حضرات القضاء يا حضرات المستشارين إن هذا المتهم المايل أمامكم وكده يعني؟ معلش اعذريها، أصل عمرها لا راحت محاكم ولا نيابات، الغلطة غلطتها بقى. لو كانت راحت معايا في كل حبسة من الحبسات اللي فاتت كان زمانها تعرف الفرق بين النيابة والمحكمة. يا سلام يا اخوي، فرحانين قوي كلكم انكم بقيتوا رد سجون ومعتقلات وانا الجهله في وسطيكوا. لا صحيح، انا عايزه افهم انت طلعت ازاي ما دام الاستاذه اللي كلت حته وداخله على التانيه دي ما فتحتش بقها طول الوقت وفضلت ساكته. ايه؟ عايزه ايه؟ يا ابني حقها بالميه. ميه كمان؟ اتفضلي. الله يا حبيبتي، اسم الله. عيني. وعلى فكرة لو مت هي مسامحاكي في السدرين، أنا لأ. ما تفهمني بجد بقى. شوف يا طنط، ابنك وقف قدام وكيل النيابة وبكل هدوء من غير ما يترافع ولا حاجة، قال له سيادتك هو ينفع يبقى في جريمة من غير جسم جريمة؟ يعني إحنا فعلاً لو زي ما بيقولوا البهوات خالفنا قرار منع الصيد ولوثنا البيئة البحرية،
طب هي فين المركب اللي كنا بنصطاد فيها؟ طب ليه ما قبضوش علينا واحنا جوه المركب يا باشا؟ ما انت عارف ان المركب غرقت لانها اتحرقت بعد ما الموتور انفجر. والله ده الكلام اللي هما بيقولوه سعادتك، لكن ايه الدليل ان ده حصل؟ افرض سيادتك ان الحكومه عايزه تلفق ليها تهمه واحنا قاعدين على القهوه، مش بيحصل سيادتك؟ بس انت لسه من شويه قايل انك لوثت البيئه البحريه، مش ده اعتراف برضه؟ بهزر طبعا يا باشا، هو في حد هينزل تحت المايه يخبط راسه في الشعب المرجانيه؟ طب ايه راي سيادتك لو جبت لي اي شعبه مرجانيه دلوقتي قصادي ما اقدرش اميزها عن اي شعبه ثانيه؟ هي رشيد فيها شعب مرجانيه. جميل قوي، يعني انت جاي النيابه علشان تهزر؟ يا باشا مش القصد، بس الواحد من كتر تلفيق التهم خرج عن شعور. انا زي ما سيادتك شفت خريج هندسه قسم ميكانيك، مال انا ومال الصيد؟ صحيح البلد ما فيهاش شغل، بس يعني هشتغل اي شغلانه زي زمايلي، اهواجي على تاكسي مبيض محاره، لكن هروح ارمي نفسي في البحر وانا ما بعرفش اعوم يا باشا؟ ما تجيش. يا ابن اللذين يا محمود، اتعلمت الكذب ده كله فين يالا؟ هزعل منك قوي يابا لو قلت لي ان الصيد مانجا. والله يا ابني هو في البلد دي الصيد ما عادش مانجاه، لكن برضه ما قلتليش مين اللي علمك الكذب ده يالا؟ الحاجة ام الاختراع يا حاج. هو السؤال ازاي منى سكتت عليك وانت بتكذب؟ وانا كنت هعمل له ايه يعني؟ اهو بقى اخلاقيات المحاماه، ما ينفعش اعمل اي حاجه تضر بموكلي. لا بقى كان يشكيني في النقابه والنقابه توقفني، وانا بصراحه واخد الموضوع قضيه. لا لا لا، انا ما عنديش اي استعداد اضيع قضيتي عشان واحد مصر ان هو يكذب. هو حر يكذب. عمري ما هنسى منظرك في السلام بتحول الانسان. عارفه انا من ذهولي ما لحقتش اصورك، كنت محتاج الكليب ده قوي في اسكندريه. ولا تزعل نفسك يا حبيبي، اكيد امن الدوله صور، وان شاء الله ان شاء الله يا رب في اول حبسه ليك هيدوكي 5 نسخ مراية. انت هكمل الصدر ده ولا اكمله انا؟ وبالنسبه للرز تحب يا فندم ايه الاسم اللي ينزل على الشاشه لما حضرتك تتكلم؟ انيس سعيد امبابي، كاتب سياسي وخبير استراتيجي. وطبعا ليه وسابق في وزاره الداخليه. انا سبت الداخليه خلاص. معلش يا فندم، الناس لازم تعرف معاليك كنت بتشتغل ايه قبل ما تكون كاتب سياسي وخبير استراتيجي. الا اذا كان معاليك يعني لا سمح الله بتستعر من تاريخك الامني يا سياده اللواء. لا طبعا، انا ليا الشرف انه كنت بخدم في وزاره الداخليه. طبعا طبعا. اكتب يا ابني اللي قلت لك عليه. جاهزين يا اساتذه على الهوا؟ ها؟ كله تمام؟ 30 ثانيه. ايه؟ مش هتسالوا ابننا عن الصفه اللي يعرف نفسه بيها ولا ايه؟ لا هم عارفينها، ما تقلقش. اه طبعا، ما هما اللي جايبينك. يعني ايه يعني؟ حضرتك قصدك ايه؟ احمد لو سمحت اهدى، اي حاجة عايز تقولها جوه الحلقة لو سمحت. انت ازاي تكلمني بالطريقة دي يا ابني وانا زي ابوك؟ حضرتك مش زي ابويا، انا ابويا في البيت، حضرتك هنا لواء سابق جاي تدافع عن وزارة الداخلية، ارجوك ما تخلطش الامور ببعض. ايه يا استاذ شريف؟ في كده ولا ايه؟ والله يا سيادة اللواء الجيل ده ما ينفعش معاه النظرة الأبوية اللي انتم مصممين عليها، وبعدين أي حد فيكم عايز يقول أي حاجة يقولها جوه الحلقة. اتفضلوا يا أستاذ زل على الهوا. جاهزين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أعزائي المشاهدين. في هذه الحلقة يطرح السؤال نفسه، متى تتوقف وزارة الداخلية عن تلفيق القضايا؟ في هذه الحلقة سنطرح قضية من أغرب القضايا، ولو أنه لم يعد هناك شيء غريب في ظل هذه الدولة البوليصية. اتفضلوا الشاي. تسلم إيديك. وما عملش صفقة ليه بقى؟ هو سيادتك كنت جبت لي حق بالمحاكم؟ هيجي. موت بقى ولا مؤاخذة يا حمار. أهو يعني عملت صفقة فعلا. لا خليك. قلت لك ما عملت الصفقة، مش عايزة تصدقيني، أنت حرة بقى. ألو، إمتى؟ ايه دلوقتي؟ طب بيقول ايه؟ يعني لسه في المقدمه. طب كتر خيرك انك بلغتني، انا هفتح اهو. شكرا. يا ولاد في ايه يابا؟ يا محمود في ايه يابا؟ تعال اخوك طالع في التلفزيون بيتكلم عنك. عن انا؟ ايوه تعالى. حسبي عن انا ازاي يابا؟ هو فين الريموت؟ يا نهار اسود، الريموت فين؟ افتح الجهاز يابا. فين الريموت اهو؟ افتح البتاع ده. السادة ضباط أمن الدولة ما اكتفوش باللي عملوه في أبويا على مدى 20 سنة لأنه كان بيدافع عن حقوق العمال، ولا إنهم منعوا أخويا من حقه في التعيين لأنه كان متفوق،
ولا انهم حريصين على ضرب الحركه الطلابيه اللي بشارك فيها. لا ده وصل بيهم الحال انهم اتهموا اخويا وصاحبه الصياد بقضيه ارهاب. ارهاب؟ ارهاب؟ الله يخرب بيتك يا احمد. شايف ابنك؟ اقول لك ابنك فين تقوليه راح ينقل المحاضرات من زمايله، اتاريه راح ينقلنا انا امن الدوله تاني. استنى بس يا ابني اما نشوفه هيقول ايه. طبعا بتضحكي، ده انتوا مرتبينها سوا، انا عارفكم. ده اتهام بقى ولا افتراض؟ اتهام بقى ولا افتراض؟ كلام المثقفين ده انا ناقصه، انا كل اللي اعرفه ان محمود هيروح في داهيه. عيب بقى كده، الست ضيفه بردك. ما بقى سيبيه براحته، انا عذراه. قال ايه؟ محاوله اختيار رئيس الجمهوريه. طبعا عشان يبينوا للسادة الرئيس انهم قد الثقه والمسؤوليه اللي خليته يدفع للوزاره بتاعتهم فلوس ما بتاخدهاش وزاره الصحه ولا وزاره التعليم. انا مش فاهم ايه علاقه الموضوع اللي انت بتتكلم فيه بالقضيه اللي انت بتقول انهم لفعوها لاخوك. انا ما قطعتش سيادتك يا سياده اللواء، فارجوك خلينا اكمل كلامي. لا من فضلك، لازم نظبط الحوار عشان ما يتحولش لخطابه ونضيع وقت الناس. يا سياده اللواء، اداره الحلقه دي مسؤوليتي، من فضلك سيبنا ديرها. اتفضل يا احمد كمل. عملوا ايه في اخوك؟ عذبوه وكهربوه. كهربوا مين يا بعيد الله يخرب بيتك؟ ده ايش على اخوك؟ يا محمود، يا محمود، يا عيله مكانين جننتوني خلاص. وعهد الله لو عندك راجل نزله لي يا محمود، او انزل انت وعهد الله نفع راجل. ايه ده؟ ده مش ده الواد ده صاحبك؟ يعني صح كده يا محمود؟ ابعد عنه دلوقتي يابا وسيبه في حاله، انا عارفه. ما ينفعش، عمال يهلل في الشارع، ما يجي هنا يقول اللي هو عايزه بينا. انا هروح اشوفه. خد بالك منه يابا، الواد ده طول عمره اهبل في النشال. على رايك نص الطوب اللي بيحدفه بيقع في بلكونه ام عماد، يلا تستاهل. استنى يابا انا جاي لك. ايه يا ابني بس في ايه؟ والله ما انا سايبك يا ابن المفضوح. خد يابا اديله يابا بالباص. ايه خد يابا. اسمع يا حاج. ولا اسمع، ابعد عيالك الاثنين عني والا وعهد الله هعورهم او اعور نفسي واعمل محضر في ناس. طب خد بس ولا خش هات كل الخضار اللي عندنا يابا، انا عارفه. امسكوا امسكوا يا حاج، اخدوا عطا مش كده. خد امسكوا يا حاج يابا، اديله بالبصل صاحبي وانا عارفه. خد ولا الواد مش عايز يسمع الكلام ابدا، طلع يجري اول ما شافني. مش قادر ينسى يابا من ساعه ما عدته واحنا صغيرين. مخه على قده بقى. ياك تيجي هنا تاني. ها ايه العيال الهايفه دي؟ يلا بينا يابا. هدي يا اخي، خساره فيه البصل والتوم اللي خده في نفوخه. بقولك ايه يابا، ما تيجي نرجع نسقله تاني. لا لا لا، ودي البصل المطبخ، امك تضربنا. قال ايه ابنك تاني اللي هيتمرمط بس لما اشوفه؟ عيب كده يا ولا، احترم ابوك، هو بس اللي من حقه يمرمط في البيت. بس انا مش جاي اتكلم عن قضيه شخصيه، انا جاي اتكلم عن قضيه عامه. زي ما قلت لحضرتك من شويه، اخويا اتقبض عليه مع واحد صاحبه اسمه سالم، وهو فعلا اسم على مسمى، عمره ما اذى حد. المشكله الحقيقيه ان اي مواطن بسيط طالما مش مسنود ممكن عادي جدا يتخطف ويضيع مستقبله. الحمد لله ان اخويا لقى التفاف شعبي حوالين القضيه بتاعته، وده اللي منعهم ان يكملوا الخطه بتاعتهم. بس في ناس تانيه كتير ما بتلاقيش الموضوع ده، وده المهم، ان احنا ازاي نحمي المواطن البسيط. انا مش فاهم، انت جاي تتكلم باسم اخوك وباسم صاحبه البسيط ولا باسم مين؟ انا عايز اعرف فين اخوك وصاحبه؟ ايه لابسين طاقية لخفة؟ ما يظهروا يا اخي، يدافعوا عن نفسهم، يتكلموا، ولا في ايه بالظبط؟ انا مش جاي اتكلم عنهم، انا جاي اتكلم عن قضية عامة، وطريقتك في تسخيفها مش هتنفع زي ما بتعمل كل مرة لما يستضيفك الاستاذ شريف. ايه يا استاذ شريف؟ في كده ولا ايه؟ اهدى يا سيادة اللواء اهدى، احنا عايزين نوصل للحقيقة. في ايه؟ الله، المشكلة مش فيا ولا في احمد، المشكلة دلوقتي في ضابط أمن الدولة اللي وعدناه إن ما نجيبش سيرة ونكتم على الموضوع. أنا دلوقتي خايف لا يعمل أي حاجة عشان يأذي محمود. مش من حقه ولا يقدر أصلاً. يا جماعة اللي حصل ده كان المفروض إحنا نعمله قدام النيابة. مش مشكلة، بس لازم نصلح غلطتنا فوراً ونبتدي بالطب الشرعي. تاني طب شرعي تاني؟ أنت ما بتزهقيش؟ لا. إيه؟ ايه مالك ياما؟ في ايه؟ مفيش حاجه ياما؟ في ايه؟ مفيش حاجه ياما؟ طلع النبي، افتح بقى، طلع النبي، شوف مين ياما؟ طلع النبي، مفيش حاجه، مفيش حاجه ياما، مفيش حاجه ياما، ياما ياما بص ايدك. حرام عليك يا ستي، كفايه كده اهو، تعالى يا ولد، هات لبن يا ستي. معلش يا حاج يا ولد، هو انا مش قلت لك ما تخبطش على الباب جامد يا جزمه؟ ياما والنبي ابص ايدك. ناقصك ناقصك يا ابن الكلب، لا مؤاخذه يا شافع، مش قصدك انت. وعلى ايه؟ خد راحتك يا حماتي، بس بالراحه. لو خد الولا هرتيه ارض. هو محمود اتأخر ليه؟ تحية، قلنا نمسك الطريق بدري.
امسكي يا بت، امسكي يا بت، تعالى يا ولا هنا اهو. خلاص بقى ياما. الله، ايه ده؟ هو انا هنزل من غير ما تبص في عينها كمان؟ ما انت عارف الدكتور منعني من النكت. عايزني اقول لك ايه يعني؟ اقول لك هتوحشني وكلام الافلام ده؟ يلا 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 روح شوف حالك قبل ما ظابط امن الدوله يكبس عليك في اي وقت. ماشي يا بطه. طب ادعيلي. تهبل يلا، امال يعني هدع عليك؟ ما انا بدعي لك ليل ونهار ان ربنا يفتحها في وشك. امشي بقى احسن، عينيا ابتدت تحرقني وشكلي كده هتشندل بقى وتودوني المستشفى تاني. بعد الشر عليكي لو النبي، ده احنا ما صدقنا يا امي. اشوف وشك بخير يا حاج. بالسلامه يا حبيبي. اوعى تنسى تتشغل وتنساني، لازم تطمني. انا اقدر يابا، اول ما هوصل هكلمك. طيب خد دول معاك. كام دول؟ والله ما كان لي لازمه يا حاج. كان نفسي اقول لك مستوره بس انت فضحني بقى. وقفتنا وانظر. معقول يا عمي؟ هو ده اسلوب تديله فلوس وانا موجود؟ وبعدين ده هيشتغل معايا، يعني هياخد فلوس من تحت الحساب. محمود عيب، رجع الفلوس لبابا. خلي فلوس يا محمود. معلش يا شافع، ابقى قبضه في ميعاد القبض بتاعه. قبض ايه وميعاد ايه يا حاج؟ دول 200 جنيه. انت عارف اللي يشوف الحوار ده يقول ان انت غابزني ب2000 على الاقل. ولا قالوا لك عليها حرامي؟ خد الفلوس قبل ما اغير رايي. ها؟ اسمع، جوز اختك واطي، لو عطاك قرش هيزيل لك بيه. اهو في دي بقى يابا عندك حق. يبقى وصل الحضن ده للحبايب يابا. ها؟ استنى يا ولد، تعالى هنا اهو يا واد التوهيد. انت يا واد التوهيد، تعالى هنا اهو، تعالى. مع السلامة. مع السلامة يا حبيبتي. مع السلامة. سلامة ماما. جاك مو ده، انت اكبر مني. تعالى يا قلب امك. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. يا ام كفايه يا يابا، انا عارف اللي فيها. ربنا يخليك لينا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. طول عمرك جدع. اهدى، هو راح فين؟ غريبه يعني، انا افتكرتك هتسافري على طول. لا بصراحه احنا بس قلنا ننزل عشان تاخدوا راحتكم وكده، يعني عشان طنط. هي الحاله دي بتجيلها كتير؟ مسكينه والله، اللي شافته معانا الست. معلش انا مش هعرف اكمل كلامي معاكي، مضطر اسافر بسرعه. ثانيه واحده يا محمود، بص بقى بصراحه انا مستنياك، يعني عايزه اتكلم معاك كلام جد شويه. بص يا محمود، انا بجد بقى مش مصدقه ابدا انك هتهرب بالسهوله دي من المواجهه. انت طب والمصحف؟ كنت متاكد انك هتقولي لي الكلمه دي. شوفي، عشان انا مش حمل مناكفه، انا غيرك، انا مش حمل كل يوم والتاني اواجه ضابط امن دوله او غيره يا ستي. انا استويت. فتقوم عامل ايه بقى؟ لامم هدومك متسحب من بيتكم وتهرب في نص الليل؟ على فكره شكلك كده ولا كانك هربان من حكم. ده حتى يا اخي بيبقى هربان من حكم بيتصرف، يعني بيدفع رشوه في الاخر، يعني بيعرف يبات في بيتهم. منى، استاذه منى، الكلام ده تروحي تقوليه هناك لزمايلك في مركز حقوق الانسان، عشان انتم من الاخر ناس فاضيه. خليتيني ازعلك برضو زي كل مره، وانا مش عايز اعمل كده. شوفي، انت جدعه وكل يوم بشوفك فيه بستجدعك اكتر. خليني اقول ان دي شغلتك يا ستي. النهارده تواجهي ظابط، بكره نيابه، بعد وزاره، دي رسالتك. انا بقى ليا رساله ثانيه. اللي هي ايه بقى ان شاء الله؟ رساله ساميه، ان اعيش من غير ما تلزق على قفايا، ان اركب مواصلات عامه بدل ما اركب بوكسات عامه. واديني مقضيها يا ستي لحد ما ربنا يكرمني واسافر اي بلد ما احتاجش اصلا لحقوق الانسان انها تجيب لي حقوقي. وانت بقى متخيل ايه؟ هتروح بورسعيد، هتنط على اي مركب، توصل لاي بلد في اوروبا، وهناك بقى لما توصل هياخدوك بالاحضان ويضربوا لك تعظيم سلام كمان. على فكره خالص، هناك هيعتبروك مهاجر غير شرعي، وبرضه هتحتاج دي بتوع حقوق الانسان اللي مش عاجبينك دول. صدقني يا محمود، مالكش غير بلدك. ما يلا يا محمود، عايزين نمسك الطريق بدري يا جدع. بس استنى بقى، هو في ايه؟ وبعدين البنت بقالها كتير قوي واقفه مستنياه، دي قالت انها مسافره وما سافرتش. شكلها حط عينيها عليه. قال ايه؟ من عدلته يا شيخه؟ دي بانها دماغها ضربه، عندها شعرها ساعه تروح وساعه تيجي، مش شايفاها مسرحه شعرها ازاي؟ ما تخليك في حالك احسن يا شافع. مش انا اللي هاجر هجره غير شرعيه، مش عشان انا عاقل يعني، بس عشان اعز اصحابي البحر رمى لنا جثه. انا صحيح مخنوق من حياتي بس مش لدرجه اني اضيعها يعني. هو انا عايز اسيب البلد ليه؟ سايبها عشان اعيش. سلام يا منى، خدي بالك من احمد وقولي له ما يروحش على هنا عشان امه مستحلفه له. خليه يستنى اسبوع لحد ما تنسى، ويا ريت ما يجيش هنا قبل شهر عشان سالم مستحلفه.
واذا كان عليا انا بقى فانا مش زعلان، ده مهما كان اخويا. بس قولي له ما يكلمنيش عشان مش هرد عليه. سلام. تخرق هاني. طب مش هقعد جوه. مش هعرف انا اقعد في النص رجليها طويله. تعالى يا محمود، الواد بيحب يقعد جنب الشباك. هلاقيها منك ولا من عيالك يا شافع؟ ماشي. اه. هنخلص احنا الليله دي. يا ساتر. هو ايه؟ لا بابا انت مشغله ده مش عاجبك؟ اشغل لك عيل من المايصين بتوع اليومين دول ولا ايه يا حوده؟ مش ده حبيبك ولا بطلت تسمعه ولا ايه؟ انا اقدر، ده حبيبي انا، بس لو افرد رجلي اسمعه احسن من كده. يا شافع ما تطلع شويه بالكرسي رجلها تقطع. اه معلش يا محمود، ده كلها 3 4 ساعات يا اخويا، استحمل بقى. 3 4 ساعات ايه؟ ده كلها ساعه ونص ان شاء الله ونوصل. امال احنا ماشيين في الطريق الدولي ليه؟ ليه وانت ناوي تجري بقى وتاخدها طيران؟ لا بقول لك ايه، السرعة ما تزيدش عن 90. انا بخاف على عمري وعلى عيالي، يا اما تقف هنا نبات للطب. خلاص خلاص، عايز اريحك، اختك اللي مش عايزه، حكم القوى على الضعيف. بقول لك يا شافع، ما تاخد عليك على حجرك امدد شويه على الكنبه اللي ورا دي. طب ما انا عندي اقتراح احلى يا حوده. ايه رايك انزل انا ومراتي والعيال ونسيب لك العربيه تاخد فيها راحتك؟ يا ريت. يمكن يا شافع. ما تتفضل القهوة يا باشا احسن تبرد. تسلم. صحيح يا استاذ عبد الناصر، هو محمود سافر بسرعة قوي كده ليه؟ صدفة يا باشا. اصل خالي اللي بيشتغل في السلوم لما علم انكم دخلتوا عندنا هنا وفتشتوا وقبضتوا علينا جه علشان يطمن، وحلف لا ياخده واشتغل معاه. ما راضيناش نكسر حلفانه. ده طبعا. عموما هو يروح السلوم، يروح مطروح، يروح مطرح ما يروح، المهم انه ما يكررش الكلام الخايب اللي قاله اخوه في التلفزيون. مش ده كان اتفاقنا يا اسطى؟ وهو لو عاوز يكرره كان راح السلوم برضه، كان طالع على مصر على طول يا باشا، على مكتب النائب العام. اطمن سعادتك، ابني مش طالع لي، هو مكبر دماغه. ايه، ان الحكم الا لله. لا مؤاخذة يا باشا، علشان ظهري بس هدخل اريح في ريح الحاجة، والبيت بيتك، لما تشرب القهوة خد الباب وراك. يا كل دي تنهيدة؟ هو برضه قال لي الكلام يزعلك؟ لا، المرة دي أنا مش زعلانة منه، أنا زعلانة عليه وعلى حال البلد دي، على إزاي الناس اللي بيحكموها بيهرسوا البني آدمين اللي عايشين فيها. يعني شاب زي محمود ده متعلم متفوق ودماغه توزن بلد، بس برضه قدروا يقنعوه إنه ما يحاولش أصلا يقاوم اللي بيحصل له. أنت عارف في أي بلد تانية في الدنيا بعد برنامج زي ده الظابط هو اللي يلم هدومه ويهرب، مش المجني عليه. أي حاجة تقرف. عشان عارف إن اللي اتقال في التلفزيون مش هيخلي المسؤولين يحققوا فيه، هيخليهم يفكروا إزاي ما يتزعش زيه كلام تاني. حقيقي. تلاقيهم دلوقتي قاعدين بيفكروا إزاي يدبروا مصيبة لأحمد عشان ينتقموا منه. لا، ولا إزاي يقفلوا البرنامج اللي استضافوا أصلاً. لا على فكرة خالص، هما بيحبوا البرامج دي. لزوم الديكور الديمقراطي عشان يعرفوا يجيبوا معونه من بره. هما فاهمين كويس قوي كلام البرامج دي لا بيجيب ولا بيودي. لا انا مش معاكي في ده. انا ليا اصحاب كتير معدين في برامج توك شو بيحكوا لي عن المهازل اللي بتحصل، عن الضغوط اللي بيتعرضوا لها من امن الدوله ووزاره الاعلام والرئاسه. دول حتى ساعات بيمنعوا ضيوف على الهوا، وكمان بيهددوا مقدمين برامج عشان يهدوا اللعب شويه. اديك قلتها، يهدوا اللعب شويه. ما فعلا لعبه، واحد يطلع يلعب دور البطل اللي مهموم بقضايا الشارع ويقول اللي هو عاوزه بقى، والحكومه تسيبه عشان في خط معين ما ينفعش يعديه، واذا عدى يدوله قرصه ون كده صغيره يقوم راجع تاني. يا ابني الحكومه بتحب البرامج دي عشان عارفين انها بتنفس على الناس عشان ما ينفجروش. لا
واضح انك خدت جرعه احباط عاليه جدا من محمود. حدى ما سمعتش قتح وهي بتغني لي في الطريق سوق على مالك سوق. يا قتح بتغني؟ اه سمعي اسلوبك في الغناء قتح والنبي. بس بقى يا شافع عشان خاطري. سوق على مهلك سوق خلي الدنيا تروق. اها ها سوق على مهلك. بس بس اسوق ايه ونيل ايه؟ مين دول اللي قدامنا؟ لا اجري اجري اوعى تقف اوعى تقف يا شافع ده شكلهم حراميه لا يعملوا فينا حاجه وفي العيال. ما اقفش ازاي انت مش شايفاهم مسدين الطريق ازاي؟ انت هتقعدوا ترهوا اوعى تخش الناحيه التانيه لما تقلب. لا حظي استرها معانا يا رب. غنيت يا قطح استر يا رب. انزلوا قطعه وجبه انزلوا في ايه يا جدعان؟ ما صحش كده احنا معانا عيال. بقول لكم ايه خدوا العربيه بس سيبوا لي مراتي وعيالي. وياخدون انا يا رجاله معانا عيال ما صحش كده. هما يعملوا فينا ايه يا شافع؟ عارف يعملوا ايه يا شافع؟ انا قطع الطريق. ما تقول حاجه لاختك يا محمود. لا ايه بس غنيت قطع. ما تهدوا شويه عشان تعرفوا احنا عايزين ايه. ولا الواحد فيكم يركب عربيته ويدهس خلق الله ولا يهمه. انا دهست حد يا محمود؟ معرفش انا كنت. يلا انت وهي على جوه يلا هدوم على البيت. يلا اتحرك تعالي تعالي يا غاليه تعالي امشي. ماشي ماشي اهو ماشيين. امال هنعمل ايه يعني؟ استر يا رب. ما تخافوش يا اولاد ما تخافوش ابوكم معاكم. امشي ماشيين اهو. ايه مين دول يا شافع؟ هما يعملوا فينا ايه يا شافع؟ طب موديهن على فين يا شافع؟ ما يقع شافع تشريفك بتقول حاجه لاختك. اقول ايه شايفني كل يوم بتخطف؟ يلا ماشيين اهو يا عم. قول المدام تهدى وما تخافش محدش فينا هيلمس لكم شعرك. المهم ندخل البيت بالراحة من غير كتر كلام. محدش هيلمس لك شعر أختي. حركوا قلت إيه؟ من غير كلام من غير كلام. يلا حاضر أخويا حاضر حاضر. قطع وجبة قطع وجبة. يلا أخوانا خفيش يا تحية جماد أمال. خشوا بسرعة. حاضر يا عم حاضر براحة علينا معانا عيال. يلا يلا رجالة بسرعة. هم شوية